للتصحيح أيضا، أنا لا أوجه أحد بأن يقوم بشيء أو لا يقوم. العلاج اللي ذكرتيه أو النزهة الفكرية اللي يحظون بها هي من خلال فقط تقديم المتعة. المتعة ليست شيء سهل. أعطيك مثال بعيدا عن الكتابة، من يشاهد مباراة لكرة القدم ما الذي يستفيد؟ احنا عندنا مصطلح ما الفائدة من روايات أو ما الفائدة من كرة القدم أو ما الفائدة من مشاهدة فيلم أو مسلسل. المتعة بحد ذاتها فائدة عظيمة إن استطعت أن تجدها، الترويح على النفس. ليس بالضرورة أنك، لا أذكر ذلك بأنك رواياتي لا يوجد بها فائدة، لا شك أنا أتطرق لجميع الأمور الفائدة والمتعة، لكن لا أوجههم قم بذلك ولا تقم بذلك. أنا أترك لهم الخيار والقرار، أعطيهم المثال السيء والجيد، أعطيهم عواقب الأمور عندما تتخذ بعض القرارات، وهم أصحاب عقول. المراهقين كما يقال لهم هم يافعين، أصحاب عقول متنيرة ومتفتحة ويتخذون قراراتهم بذكاء. فالمتعة شيء بحد ذاته هدف لا يستهان به. أن تجلس وتروح عن نفسك بكتاب، أنا من الناس اللي استمتعت بها في صغري وأريد أن أهديها لهذا الجيل، عوضا عن أي شيء آخر من الملهيات الحديثة. وأنا لست ضدها من مثلا أيا كانت، يعني من وسائل التقنيات الجديدة في الإلهاء، البلاي ستيشن، اليوتيوب، الإنترنت، حتى التيك توك بحد ذاته. أنا مؤمن ولا زلت مؤمن أن القراءة الورقية لها متعة تضاهي كل هذا، لكن نجد الطريقة بس، وهذا الدليل. أنتوا شفتوا أنا لم أجبر أحد أن يقرأ لي، صدقيني الموضوع ليس بهذه السهولة. لن يقرأ لك أحد ويتعلق بما تكتب إلا إذا قدمت له شيء ينال إعجابه ويرقى لذائقته وفكره. ليس قراء، أنا يعني لي تجارب طبعا، أنا مو كل ما أكتب في الفانتازي والمرايات والرعب، يعني أنا خضت في تجارب، يعني من ضمنها أني عملت رواية لنا مع قرائي وعلاقتي معهم. دائما يقولون لما نريد أن تذكرنا بالاسم كشخصية، يعني ضع اسمي في شخصية، فيتكرر هذا عبر السنوات. فأصدرت رواية اسمها الوليمة، أحضرت أبرز 50 قارئ لي في السوشيال ميديا مشهورين يعني، ووضعتهم في قصة خيالية وجعلتهم يخوضون مغامرة، وكانت هدية مني لهم، لم يكن يعني المقصد منه عملا مثلا يناهض أي عمل آخر، وهو ليس بالسيء، هو اتبعت فيه نفس القواعد الأدبية اللي اتبعها في روايتي. هذا العمل ما شاء الله حقق مبيعات عالية جدا، وأنا كوني أردت أن أهديه للقراء حتى أني تنازلت عن نسبتي أو أرباحي في هذا الكتاب، وحاولنا أن نجعله بقيمة التكلفة. انتشر هذا الكتاب بشكل جدا قوي، ونفس الأبطال اللي وضعتهم أصبحوا هم بذاتهم مشاهير في السوشيال ميديا، والناس يطلبون توقيعهم على الكتب. يعني هذه هي من نوع العلاقة اللي نحن فيها. فنعم أنا أخوض تجارب من وقت لآخر في التنويع وفهم هذه الفئة، وأنا مستمتع. يعني أنا لا أقوم بذلك تحايلا أو تخطيطا كي، بالعكس أنا أؤمن أن هذا هو الطريق الممتع والصحيح لي، وأنا لم أكتب حرفا يوما إلا وأنا مستمتع به وسعيد، ولا لما كتبت هذا الكم الهائل من الروايات. أنا لست متواضعا، أنا إنسان طبيعي. الأصل في الإنسان أن يتواضع وأن يعرف أنه، يعني الرسول قال كلنا كأسنان المشط، لا أحد أفضل من أحد إلا بالتقوى. وأعود لما ذكرت النخبوية والتحدث مع الناس من أبرأ، أنا لست أذكى من أحد، وبالعكس قرائي أبهروني بتعليقات وملاحظات فيما أكتب. أنا لست أذكى منهم ولا أفقه منهم، أنا جزء منهم وأتعلم منهم، وهذا ليس يعني ادعاء أو تظاهرة، بالعكس أنا مؤمن بهذا الشيء. أنا أتعلم منهم وهم أفادوني في مسيرتي الكتابية. وقتما يعني ندرك أننا كأمة عربية كاملة كلنا جسد واحد وبشر واحد وإخوة وأخوات، ستسير الأمور على ما يرام. وقتما يتخذ الكاتب شبرا فوق الكثير فسينفض من حوله، وأنا أشوف أن الأصل أن الإنسان يكون متواضعا ويعامل الناس كأخوة، كأبناء، كأمهات، كأباء. هذا هو الأصل من وجهة نظري. فأنا ما بالعكس لا أجد مشقة، أنا لا ألبس قناع مع الناس وأخفي قناعا بيني وبين نفسي، فلا أتعب. يعني هذا أنا هنا في الخارج، قابلتني بالصدفة في الشارع، هذا هو أسامة المسلم معكم ومع قراءه. والله شكرا على هذه الإطراء الجميل، يعني وأنا هكذا منذ أن ولدت، يعني لم يتغير شيء. أعود يعني كما قلت أني أنا أكتب
أحاول خلال الكتابة أن أنفصل عن أسامة الحقيقي كي أكتب هذه الشخوص اللي ذكرتي. ولذلك يعني وهذا فخ يقع في بعض الكتاب أن يكتبون أنفسهم كثير في الروايات اللي يكتبونها، فتجدين الشخوص متشابهة لأنه يكتب نفسه. إن شاء الله تكون هذه مهارة منحها الله لي، أني أستطيع أن أخرج من أسامة وأتقمص الشخصية ثم أعود إليه. يعني أنا مؤخرا تقاعدت من عملي الحقيقي وهو محاضر في الكلية للأدب الإنجليزي تفرغا للكتابة. ممارسة الكتابة لم يعني حقيقة يعني لم تكن بحثا عن مال أو شهرة أو أي شيء، كانت شيء أحبه يعني ومارسته، والحمد لله أن ما أحب كان مصدرا لتلك الأمور اللي ذكرت التي لم تكن هدفي بالأساس. لكن مع الوقت ازداد العمل وتفرع، فوجدت أن عملي الأكاديمي في الكلية أصبح عبئا على ما هو أهم، بات أهم أن أكمل. لأن حقيقة أيضا من الأمور اللي تصلني من الشباب لا تتوقف لا تتوقف، فأنا لو سأتوقف هو حينما أفقد الرغبة والشغف، لن أكمل لأي سبب آخر، لن أكمل كي أحصل على المال أو أزيد من شهرتي. صدقيني هذا الأمر لم يكن يوما همي ولا زال. قد تكون محبة الناس هي المكافأة الحقيقية اللي خرجت بها، وإن شاء الله هذه لن تزول حتى أن توقفت عن الكتابة، لأن الكتابة أصبحت أو ما أصدرت من رواية أصبحت كالإرث، وأتمنى أن يدوم حتى بعد رحيلي عن هذا العالم لفترة وجيزة أو طويلة. الحمد لله أنا مكتفي بما قدمت، وسأتوقف حينما لم أعد أرغب بالكتابة، والرغبة لازالت موجودة كثير يعني لا يمكن حصرها. يعني لو أذكر قصة سأظلم أخرى، لكن خلينا نذكر شيء من ما حدث هنا مثلا في المغرب. طبعا احنا في كل معرض متعودون أن ننسق مع القراء من نفس البلد كي يقوموا بعض مثلا المسابقات والفعاليات للقراء، نوزع عليهم كتب مجانية إلى آخره يعني. فأنا أحرص أن يكون هؤلاء المنسقين من نفس البلد لأنهم أدرى بالبلد فكانت أحد المتطوعات لقيادة الفريق، طبعا الفريق يعني من مختلف الأعمار والأجناس، فأنا أحرص دائما أن يكون القائد كبير في العمر قليلا ويكون راشدا يعني. فوجدنا سيدة فاضلة اسمها الأستاذة خديجة، لكن الغريب أنها هي مغربية لكنها تعيش في الرياض وتقوم بإدارة كل ما حدث في المغرب من الرياض وتتواصل معهم. فأحب أن أشكرها من هذا المنبر، يعني قدمت الكثير وتتصل بشكل يومي ولا تنام. فأنا دائما أقول لها أستاذة خديجة ارتاحي، يقول لا لن أرتاح حتى تعود للسعودية. فهذا النوع من المحبة والاهتمام يخجلني ويحرجني ساعات، لكن أيضا كذلك أنا ممتن له كثيرا. كلنا أسرة واحدة، الحدود المرسومة لن تمنعنا من التواصل، لن تمنعنا من تبادل المحبة والاستمرار، ولن يؤثر فينا كلام لن أقول الحاقدين، كلام مثلا المغيبين الذين لا يعرفون ماذا حقيقة ما يجري من علاقة بدأت واستمرت إلى الآن 10 سنوات، عقد من الزمان ونحن على هذا الحال يعني. فكل متفاجئ اليوم أنت استيقظت فقط، نحن موجودين منذ زمن طويل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.